أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مهدي هذا المركز الهودي ماني أنقو وسوناك إسفرين حمد إذكر ريبين إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريي لما أنت إلهي نغري يكوكو انتفاع وحي لو شيء يعيد شيء سبا وحن أسعو تحلقو سلسلة أنك قال ليني أكل المال الحرام حرامتا إن لعنو مال حرام إن لعنو لبك ليذا هاي أنك قال ليني يو دينت الإسلام كيني وقولين حولها أت كسبني سيد إني مركزت إني حاران إيكو جران محايا العارانتا فسهاد بدن الله ذهي. ولذلك أنا قد دد سومالين هداين سومالين هاي وحلقية بانسان شاقني عبادات كون كفي عنا هاي صومك إي صلاةها لكن وحيابها إلها نقر ريبي ويكمت هاي غشك إي قيانة إيو توني مذا إيو لالوشك إيو وحاس وحامو لسان أسك سهر سنو برس لقية بذلك قاركود إني أقبام جيس نيمو يرغن نيمو إني أمليان. ولذلك نعاو حلقة ذو حنك هدل دونا إله دو يراهو عقوباتك قفك الدنيا آخرة أمرا يقفك حاران عنا عقوباتك إلهي سبحانه وتعالى إلى مرسينا يو إنتا لكن أمقلين عقوباتك وحا أن مرحبا مركو هورا حارانت ويفر بضان تهي ذاتك حارانت كسبضا ودرويقي بضان لو كسبضا حارانت وحيابها إنكو بضان إي ذاتك حارانت كو كسبضا وحاكمي ده ربضا ربضا وقطر وإلهي وحارمي إلهي أي حاران كدقي مركا إنه قفك إسكن سهل سدو لبدا يذن وعبا ريب الفضل إي ريب النساء نسيئة لبدا با تان ديب لوغو مركي لوغو لغو حلوغو درايو إي تان العكت العكت كاللوغو كردين أيبا إن دادكو إسكن سهل سدان ريبادا إن وحار كيسا بنوك تنفتو غوضا إسلامي مقع إسلامي غوطا دادك ريباي سيان هادانا مقع كالي إسلامي اللي أرع سيان كالي وحكاستا إسلامي هادي الرع سي وحي أمنا دادك إني حلالو بايان وحيا بها صو كالي أيا مركا دادك آد وغو دا مركا إنه قفك كفي كريم بق وحياه رباط أو أسكس هرسدو عقوبة ذي أدنى أدب أفر بضنت إلهي سبحانه وتعالى دجال كيسة يوبن بحنيك رباط. ولذلك رباط إنك بحية إنك قاتئ إنك قراء إنك لحد حاذي كل ذنب ويكذب سميه إنسو شيء وحكله وأيضا أقومه مثلا إذا تك أدب قل عن وحكم إذا قطع بنت الشيء بيع بنت سومالي أنت أرقنا بيع أي جلان جناس أي جلان إلهي أفري لكن جناس هو خطر إخواني وحقوق بهنيها إن لقفي وجينا هذا جناس كاستأجليسيد إن دذا داوين كينا دذا عنا كينا وحاسو كله هدي أي أي قف قدرت كيكو خيانان وحد عايك جذان أما داود عضو دتك كجذو أما وحرقيس إنه سوء يبي ولا توري إنه دتك كي يبيو وهلو دتك وحكون نقضان بإمستاس أي وحكينيسا إني حاران تاس ومركا وقفك كله عول ذلك نبي عليه الصلاة والسلام إن وحلي قش خدنا وانا حرمي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام وحلي من حمل علينا السلاح ninku hub noqato anaga inuu nidiro qof muslim inuu dilo raba oo hub qaato faliisa minna anaga umadeena kama mid ah oo yiri wa man qashana faliisa minna ninka anaga naqashana wuxuu leenaga mid ah sidoo kale nabiga cali sallallahu alayhi wasallam buu soo aqmaray aan qolo wax iibineysa markaas uu gacantiisa gali wuxuu arkay hooyo hoos noqoyaan ajir korna way ka fiican tahay marka dadada isku qasta waxa beenta ay waxay qadlayaan haaraantu waxay naga soo gashaa Soomaalidaana macuunaadka dadada community-yal furtay community-yashaas dadka umada wax lagu soo dhiibay kumadii wax lagu soo dhiibay ayu xaraan ayaan lacag ka qaadanaya wuxuu asaga guri ka dhisanayo asaga ayaa ehelkiisa siinayo dad masaakiin u soo qaaday waxa laga yaabaa meel looga baahan yahay dad masaakiin ah ayay dadkii muxsaniinta u soo dhiibteen laakiin qaraabadiisi oo lax iska haysta u qaybina wuxuu leeyahay idinka waxaanan soo dhiciyay raganima ku keen hadhuun qoladin ribor xuseena masaakiin u qaybi oo dadka u qaybisay wax xaraan lacagtaas kugu soo gashay dadka wax siisan xaraana siisay aqoodisay waa Soomaalida meelo xaraanta ka soo gasho waxa xaraanta ugu badan tahay rishwada la luushka caadi iska naqday iso tour iyel dadka xarkaysa hool uu xafiis u tagaya xooshiisa soo xafiiska xaq u leh oo muwaadin ah oo wixii loo qabto xalli la luush bixi waxa barasho uu barba caruurtiisa waxa leeyahay wax barashada lacag way gado in cunugaagu waa lagu dhoofinaya wuxuu leeyahay madaxtinimo raba baarlamaanka uu lacag siinaya waa lagu faanaya intaas baarlamaanka hebel lacagtaas u dhiibay dadka xataa dhawood caadi ka naqdeenba hebel lacagtaas soo dhiibay kan halaa soo dhiibay kan waa koray kan saas ku soo karo warnin loo ogsoon yahay soo ku soo karay ama rishmi ku soo karay oo laaluush inuu ku soo karo ma og soo cadaal u sameey kara waa mushkilo dadka laaluushka qaata way yaqaanaan oo soo as yaqaana
dhibaato ay maano wadaalika Soomaalida raluush ku faafay nin akas markaa xafiis markaa warqad ka dhimeysay ratid waxa la laluush baarlamaanka wuxuu suugay laluush inuu qaato madaxdu xirtaan laluush bixiso magacaabid waxay naqatay laluush wax barashada dibadda ku diray laluush rishwadana waa xaraan ilaahay subhanahu wa ta'ala waa xarantimay qofka aklu maali bil baatil wa bayna naasi dadka in baatil ay wax kaaga cunaan way asbaabahaas ka mid ah waxa ka mid ah dad xoog wax ku dhaca xoog ay wax ku nacaan waxa arkaysa guri uu leeyahay ku jira oo aan xaraan way mushaar ku qaata ama lacag uu soo dhacdo oo asagoo shaqeynay lacag uu soo dhacaysa xaraan way dibadda uu jira mushaarkiisa uu socoya guriga uu jooga maxaa dhacay waxa leeyahay ninkan wuxuu ka tirsan yahay dawladdu uu shaqeeyaa mu u shaqeeyaa dawladda wuxuu u qabto malaha mushaar yar iskaaga qoray waxa leeyahay dawladdu difaaca dawladdu meelaha ka difaaca waxba loo qoray waxaas oo dhan waa akl xaraam wey xaraan lagu siinaya war ilaahay subxaana tacaala qofka muslimka ah xalaasha ayaa faraha ka badatay cuquubadeedan sheegaynaa marka waxaa ka mid ah dad guridooda xoog ugu jira sharci uu sameystay warqad uu sameystay war xaaraana dhex degantahay war ilaahay ka cabso oo maanta waxaa samaynaysid ilaahay ugu dhowa biri naftaana kaa baxayso war yaa wax ku qaban karo hadda dadkan madaxda ah oo dadka xaaraanta wada cunsiinaya oo xaaraanta cunaya oo kulli wax samaynaya war caawa haddaa dhimatiin ninka kuu sacbinaya wuxuu kuu tari kara malaha kii qaraabanimada kugu soo dhaweysana wuxuu kuu tari kara malaha marka adiga itaqillaha ilaahay subxaanahu wa tacaalana ka baqdid oo aad mas-uuliyadii lagu dhiibay aad ilaahay ugu cabsatid ayaa ah haddaa wadi karin aad bari iska yeeshid oo ka fogaatid wadaalika innaa xasratun wanadaama uu yuri nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka oo inay mansabkooda ka faa'iidaysanayo wasiir waxbarashaa laga dhigay wasiir waxaa laga dhigay beeraha laga dhigay wasiir waxaa laga dhigay wax dibada laga dhigay wasiir waxaa laga dhigay markaasuu mansabkiisu ka faa'iidaysanaya wuxuu leeyahay innaha nadaama wey iyo xasra qiyaamaha waa qoomamaynaya qofkaas waxaa laga yaaba qofkaas inuu salaad tukado laakiin xaaraantaasa sibaq u gasha asoos dhahaya faan madac ku faan faankaaga muxuu tara aaw dadkii madaxda ka horeysa aaw meeqa madaxu inaan soo marto waddanka fiiri maanta faankooda iyo waxooda halkuu geeyey xoogey walidaalika inaad xooladeedu dulmi ku qaadatid inaad sad buursi samaysid xoola aad lehayn aad u doodid aad qaadatid waxay ka mid tahay waxyaabaha oo qofka muslimka ah ku reebay xoogga waxyaabaha aad ku dadaa xoog wax ku qaata yaa ila hadli karo kuu leeyahay aniga yaa ila hadli karo waxaan ahay madaxaan ahay ama garaad watuu ku faanaya qof uu ku dilaya qof uu ku dhaawacaya qof uu wax kaaga dhacaya waxaasun qiyaamaha geeriya ka adiga qiyaamaha waxaa isku jirtaa in caawa nafta kaa baxdo goortay kaa baxaysa ma taqaanid adoo caafimaad qabtay kaa bixi kartaa adoo dhimatay adoo xanuunsanay kaa bixi kartaa inuu qofka muslimka is ilaaliyo ayaa muhiim walidaalika nabi calayhi salaatu wasalaam waa noogu sheegay calaamaadka aakhir zamaanka ah waxaa imaan doonu leeyahay xadiiska saxiix wuxuu leeyahay la yaatiyinna cala annaasi zamaanun dadka zamana ku imaan doonu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yubaali lmaru qofka uu ka fikirin bimaa akhada almaal wuxuu qaatay oo maal ah am min xalaalin aw min xaraam war maalkan xalaal miya mas xaraan miya inuu ogaanin walidaalika salafku waxay ahaayeen xaaraanta waa iska ilaali jireen aad bay iskana dadka waxay la yaabaa salaadii ku dadaalaan iyo soonkiiyo waxaa ka daran xaaraanta maxaa yeele qofka markii oo joofkiisa xaaraan ku jirto waxaa leeyay salaadiis xataa maal aqbalaayo taasaa imaanayso marka salaad maxay ku darta maalin kasta waad tukataa waad duceysataa walidaalika dadka yurub jooga ka mida waxaa waaye sabarayda ku jiraan xaaraan lacagay iska dhacayaan hagbaday iska dhacayaan dawladdii been u sheegayaan lacagtuu soo shaqeeya uu qarinaya ana intaas ma shaqeyn uu leeyahay canshuurtuu qarinaya wax kasta uu qarinaya ilmihii quudina wuxuu leeyay cunugii ayga dhumay muxuu dhumi waa cunuga maxaa dhacay xaaraana quudisay kullu jismin nabata fi lxaraabi fannaara ulaa bihi maxaa gurigaaga buuq uu dhici waayo adiga islaanta maxaa isku qabsan weydeen oo dagaalkiina uu joogto u yahay maxaa dhacay xaaraanta ay ka mid tahay walidaalika cuquubaadka ayay ka mid tahay qofka muslimka ah walidaalika xaaraantaas waa muhiim in laga fogaado salafka marka waxay ay jireen abuubakar radi allahu canhu xadiiska caaisha waxay leedahay kaana li abibakar ghulaamu lahaa wiil u shaqey u lahaa oo yakhruju lahu lkharaaj waxyaabaha u soo saara wa kaana abuubakar yaakulu min kharaaji wuxuu soo bixiyo oo soo bix u keeno oo shaqeeyo ayuu wax ka cuni jiray markaas wuxuu leeyay fajaa yoom bishay alaab maalin oo wax keeno cunno keene fa akala minhu waa cuna li abuubakar shayga wiilkii uu shaqeynayay cunugii ghulaamka ahaa wuxuu keenu cunay markaasu faqaal ghulaam wuxuu ku yidhi atadri ma haada abuubakar waa iska cunaysaa waxaane wixiin ma garanaysaa markaasu wuxuu ku yidhi abuubakar ma huwa muxuu yahay wuxuu yidhi kunta takahantu liinsaanin fi ljaahiliya wuxuu yidhi nin baa aan sixir sixir wax ku keenay dada hadda meel ku furtoba sixir iyo waxay ku adeegtaan iyo caleel iyo waxbay shabinayaan waxaa u leeyahay hebel saaxira u fadhiyo war ninkii diintu ka baxay ninkii sixirka aamina waa mushkilo weyn haddaad nin u tagtid sheekh ah ama wasiir ahaw ama madax ahaw ama baarlamaan ahaw aad tidhahd war wax ii qabo oo diinta ka baxday maxaa dhacay walidaalika dadka sheedaanka laga wuxuu ku leeyahay kursigan waa lagu sii haynaya anaga sixir kuu samaynayo waa joogaysaa jagaa lagu magacaabi doona sixirkaa samay jagadaas waa helaysaa
وحاسونا وقرا فادوي وقفك دينتي دينتي عقيدة حولي مكرتها سأل زراد أبو بكر ويرك وحكوجري لعبتنا حكسون شقيوري ده كهانة أسمية فجان أفيري أم علال أشبئي ده كهانة وحالله وحكستا وغيبك كهالله وحاسا كو سمينيا وحاسا أغهي وحاسا كو نعاي كو كو نهايوي مركا العقا اللي يقصي يوري وحي اللي يقصي يكو كيني وما أحسن ولكن يقول لك وما أحسن الكهانة ما أقول لك واسك بين باسك شيء حتى يقول لك أنا سحر ما سمي قف كان كدع سد بين حتى أنك بين تسحر كوا حكوا سمي وقلت هو يرى ما أنت حكوا قبنايا وترى شيء قلت إنه حكوا بكرتي ودين بيجي إذا لا ساز رادد أيوه حليها إل واقيان وير مرك إني قدعته إلا أني قدعته واقيانه مركز أبوكر حليل وحير فرت أفك الجلي والسومة تجي هكذا كانوا سلف قعي آيان وحي عنان حاران إذ كما تجيرين أنا قنا إنا عنا مو أقولني كان أنت اللي قال كان عقل صوت درها الكل اللي قال كان دولد وشقيا نا إسلام تأوضع إذا ما ده يسوع وربما ما كأكو جرت حاران تها نصيرين أنت كأكين تلعتان مشاركة ولا يقانا قريه دسين يسمحوا يقف له اسمه والو فانا هبل أكو رك ترك كتاي وابو فانا إن رجع نما أقبلنا أقول تتك اسم مركاتي كوجين وكو مركاتي فرايان تتك أقف فانا أتير هبل حقك كتاي وحقك كتاي وحوي مركاتي أتا وحوي المجاهرة وحوي قفك إنه معسيد كل جهره وحد عضي كل جهريسا أي ضلك أوش كين سارق نما سمي أنا ماشي جو وحصل هذا ولذلك المجاه أنت الجو خرق يامه قفك كل جهرة على القلب ركوا قفك دمبي كين وحرا إنه قوم مي وكتوب كين وقصده لكن يكون فانا نهايو أنا جو حسن سمي هبل محلو ديبي ولذلك تعرف كيسا مركب في رصيد دولة تدك تاجرسن وحليها أم ولالك هذا وزير أم كنا وحوجرة أم دولة حكسو قلا كوم عارض كوهنا دولة وحكم سو قلا مركب مصلحة له وحلو قدي سبب ومشكلة وي مبدأ إن لسكوت تاجر على الربا ومبدأ أوقفك ومبدأ أول هذا والله ما تلاع من قوانين ونن كان ليه كروا قدرنته كان معارض ليه كروا قدرنته دولة ليه وكر قدرنته لكن مال دت اللي هل مال أورها رح دارك تد وحباك وجره نسأل سلامته والعافية ولذلك كوه حل لي عقوبة مركب حيته وهو مهم سن أوقفك مسلم كأحد حارات عنك ودعيس كوه دعيس ما الأقبلاي سبحان الله قف إلهي بريا هذا دعيس الأقبلين كور ما حد حاران وعمال مال حاران وكجره ولذلك نبقى عليه سلاسل سنة حديث كأبي هريرة مركو كشي كيي وعليه هاي وصحيحين كوجري وعقها الله هاي وعيري أن يستجاب له قف كان سيوح لو أقبله ما حال لو أقبل كرم حدا عنتدي سحاران وي دولد دو بكش قيستاب الولي نكا دولد وحو قبت ماله بس واقع ذي وحو اسك قاتا أما دد وكسور دعي أما قوري أو دد وكدعي وكسور جارك قاتا صلي وكفر يا مركو وعدي وحلي إلهي إلهي إلمه إهانوني إلهي وحس إلهي وحلي مكا أقبلاي نبي قايل عليه سلم لقى أقبلاي عقوبك وين ما جرت مرك قف إلهي برياي وهذا نتكذو وشنت صلاة تكونها دعدي سنة الأقبلين ومشكل ومشكلة وي وعقوبة وين قفك مصلقة وكل عد ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام مركو كويري أن سعد أدعو الله لي أن أكون مسجد دعوة إلهي نبي إبرينا دعاء وحوري يا سعد أطيب مدعمك تكون مستجاب دعوة وعن حلال عن إلهي وكا أقبلها دعاد وكا أقبلها لابو حليه حولها لدع بركة مالها هذا الددك اللي دولته وشقي جرينا ما وحيك صورك محيكها يعني بركة مالها ما أنت نتيها قدعي عذرها قد أكتمت مالك مديقه ما أنت نأسو انت ملينها سوح لي ولي هلا إنه وحي سنو مليا بل وعلى غيابه وكدر لأيها ملايينو هيا هدنا نركو حرية مركة أريتو حسليها ذا نكا وجرين عذرك سوقها بقى نركو حرية ما كفاني كرو ما راح يسكرو داو كوردا داو ولذلك بركاته محل عمالك بركاته لغي قاضي ولذلك نبقى عليه الصلاة والسلام أما إلهي قرآن كحوق ليه يمحق الله ربا ويربي صدقات وحكستو حاران تكتمت ربا إنكستو قاسي كتها هدان إلهي وحكستو بركاته كقاضا نو شاكي نعم سيدو كالي أبي هرير حول ليه هاي الحلف منفقة لسلعة محقة لارت بينتا dadka iska dhaaranay dad dhaar wax ku goosto hadan niga mushkilna hayso way madaxdu waa dhaaranay baarlamaanka waa dhaar dhaartaas aba ka soo baxayso wallahi waxaan ugu filan cadaab dhaartaas aad dhaarateen oo hadan qalaafaysin maxay dadka dhimmani ugu laak ilaahay oo ogsoon waa mushkilo marka ka dhul u dhaaranay waxaad ku akid waxa tir ilaahay igu og arintaas saasa ku dhaarate haddii ilaahay igu ogno waxa waxa hoysa ama waxba kugu fakadu haayo ama xaq ma sheegi kartid dulmi taageersan tahay dulmi aw jeedid iska taageer maxay أو دارت أنا دارت مرك تازا كوف فين عذاب قفك ولذلك حلو النبي عليه السلام دارت وحيري منفقة سلع سلعة سلعة بدأ عذا أي معنى أي أفوفتا أي وحك أي بضنيسة لكن منفقة وحيري للربح فإذا هي التي كانت تريسة معي القفك
ما أنت نوح ليه ودارنا والله بحس واحد صبحي ما وحن يقدروا والله أنت سوق فريها والله أنت سوق فري لا لا نبكي هذا نعم القصارة والهلاك أيضا هلو 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 ها آه. السلام عليكم تي في هلو عفوا قف كاس واكو قاعد دين عكلي هلو نعم واكو أسأله مركا قف بركة أي لقى قاضي يا وحوق قاضي مركا حوله أذلي ذه بركة الله ينكورن وما تنن إلى لس كيدن نفرك وجود لي وحمد حارانك وجرت والحاران تكسر عمالك هلا كسر قصارة وهلاك إلهي سبحانه وتعالى وحليه هاي إن دتك مالك حارانت عن قصاري هلاك قدام بس آية القرآن كانوا نوش يكتنب عليه الصلاة والسلام قاسة الربي مركو كهلا ربضة معنا درجة وقصر رئيس وقدر والربضوي مركو كهلا وحليه إلهي سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله تقال هلاك وإله حجيسك هذه أياني هذه ولذلك إن قفك مسلم كمركز وحلق الدنيا إنه سك إلى عليه أرد أحسن وحليل غضب الله عرا إلهي عرضي سأقول عيسى قفك قفك حارانت عنايو إلهي سبحانه وتعالى وحكود عيسى عقاب تيسى كود عيسى عرضي سأ وحديثك وائل الأسدي نعم قطع تلفونك هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي شيخنا أيور بارك الله فيك أخي الحمد لله ما شاء الله وحان ربينا سؤال ديني كويديو وحجرت قبر دماشي دي ربي إنان كينو أو إنجليسك إنان سوغليو واقرت مركا أنكو سوغليو حاسنا واليها إنانكو سوغليو وهاي حاسكي جواي مركا شيخونا أني إسلانتي دو أسكو قلافنا نغو حان لهاي ما سمين كرارين تاس إذن وحيلة ذا ولا شيء واي مركا محي دين تو غبتا أختي حارانوي في ربان إنه وحكوك قف ولا شا حاسك ولا دلتي وهذه أنا جورسك إن حتى جورك قبنا كريم حياري أنت حاسك ولا شيء إذا قفتي إذا مجورسكرت وأن تجمع بين الأختين إلى سو شيء حرم عليك مركي لجزو هاللي مركا معلين قبر ولا شا هذا النار يكون جينين ولا لها وقبكرتا والدك وقبكرتا لك وح إلهي عرضي سأ أما بينها أو قبة النار يكون جيني سأ مركو حليها وضدك بين تضدك أن قبين سكو كينا أما قبر ولا شيء سوى قبر كوكا إلهي كعبصدو حرام بكوكا أنتي دم بجدنا هذا الله استقيامه إلهي وكو الدنيا وحلو ليه هاي بنت أشياءته مركا دين ترى ما أقول لا قال بين له شيء كرين ولا مسلم له شيء كرين مركا قبر ده سبحان الله حاس كعج إلهي كبغض رزق إلهي عتك سبيل وكل رزقه لكن جور يني يفتن صور أحدين أم حرام يكينن إني قبر ولا شيء ترى حاس كيا لو كانوا بينا قف إلهي محرم كده جاي إن حاس أكده جتا نعم قد كلاه هلو هلو قفك اسواك قو انفيل ايا قفك كالي هلو 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 انفيل ايا قفك اسنا قدك ايا عيلتك اجرتا طيب قفك ملكو تليفونك هلا يتيفيك هكفو قادو تليفونك لك تاكو قبتك لي انت اسوي سيلا اسكو مغلو لنعكل هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ السيري آدي أطبخ السلام يا بارك الله فيك أخي شيخ وحم كويديني هنا ديقات شاهد كرتو سؤال بندوني هنا سؤال شاهد كرتو واقرت وحويا من صاحبنا هاي وانو المادرنا هاي ايا توريكي سي غيركي سي حاسكي سي سغو لتشوغا ايا قبل السوشل كوكو يرداي إساقان لوغين كوريبا لوغو يمي واللغا ساري markii laga saarnay waxa la gurigi ma tii kartid afta saddex bilood afar bilood ka badii sabab maxkamad leh ayay lawyerkiisii natsay warqad uu leeyahay gabadhi fasax bay qaatay furta waqas markaa mishaac iska furtay waadin bi akhad gabadha markaa isagina la ma soo hadal markaa waxay noqonaysaa sheekada majiro fasax fiir fasax aan ninka loo soo yeerin oo aan la weydinin xaaladiisa fasax ma aha kaas markaa ilaahay ka cabsadaan masajid wax fasaxayn ilaahay ka baqaan ايو شريعه الاسلام كحو قبطه نينكي حتى مودل السوقو ومودل او قبطه اهن اي قبطه لكن ايد ان بحصي هدنا اي دعوه قوته وحن له اله وكو جيده كلته ما يلي عرض اقبتيد ولا يجرمنكم شان ان قوم على لا تعدلوا نينكاغي اودغا اسقلافتين هدارت حرمات اله ان اوو تومت وحن له غبر اله كبق ما يلي ان فسق وي لو مرو ليه غبر نينك هدي حقوقه سي واي مرصوف سي واي
هدو مرش جور قول كي جور كويسو جوال كويسو وكفو جادو مدة أفر بلوت كدب محكمة أيه وحكفر كرتا لكن إنه إسكت سمع إيه يريدو هدنا إتراه أرتاس أرتاس وحياة بقلاط أوي مركا إله كبقى إذا يضجع وحنا إله كبقى إن شاء الله نعم ينعكر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا وحربينا كويديو كلي ويلان ضليبا قبر هبرتيس دا شيء او يرى اسو دعوونا يا او ربينو كوكينو حاكي قواي استجن لكن اقول سلو اخي بيني وشيقين واقو هبرتيس دا شوا مهرسنا كرا هم مهرسدو هم مهرسدو يعني توسا او مهرسدو رون توسا او مهرسدو بيني وشيقين اوكي جزاكم الله خير هاي شيخنا هاي لنعك الهلو الو وفكاس عن فيلي وكوكو يا ساغا الو 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 ها وكم غلا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خيثم الحمد لله شيخ سؤالك منك ويديه اي ويد وحق ويدينا شيخ الان لعقت كيت كلو دكتور استعمالين ها والعاج عن شقيني إنه عادي أكون له أروريو ها تكمل قبل حنية نعم هذه سنة كسو أوريجو العقت إيجاري العقت إذا كذا كوا جبتي ولا قبل حنية أنت والعقت عدان قام كذا كوا جبتها مين قام كذا أنت هاي القيمة هو شن زديت غرام صد شن زديت غرام صدح كون أفر كون ونقي كرتان في لايا صدح كون أفر كون دولار ويد هذه قلت ذهب كويد وعلى شن زديت غرام إيه مسوي هذه الغوشة قيمة صدها هاي ست سنة كسو أوريجو وأكو واجب تكون كشان إيشاني لباتنا كبحني وحسن يستديتن قرام مدق ما والعاقة مركي قارتو ها كبحني ها مركز سنة كسوري هيا كون كشان لباتنا كبحني شيخ شيخ سؤال كلا هرونك ويديو ما قارت شيخ المحق إلو شرعي ها وشرعي كورد لانين واه هلو ها وكم مغلا المحق الشيخ هدو لشهد محالة سمعين يعني يا لو قاعد تيرنيا القف بنادن ويلمن دي الكره دب بدن باجيره او هذا الشيخ العدد هسه كلا ما له دلاي ما له دلاي محلو دلاي محل ما بنان له دلو يا حق وخطر دنبي وين واي دنبي وين ونعم حقي مع عبادله ذا لو مغعاب علماء و خيراهان عبد الله ان عبد الله الله ان عبد الملك ابن عبد الجبار ابن عبد ادونك اله الله الا فيا هدارت مغع ما لو بخينا مغعيل لو سينا داك ودي مغعيد عبادله أو عبد المالك عبد الحبيب عبد العزيز عبد الجبار أو أدونك إلهي ساسي إلهن علماء لنعك الهلو هلو قف كاس واكو أنفلا لنعك الهلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ لو سألت وين أكويت يوديني هاي مد حيوانية لا بدكم إلى حيث تبقى أنون إن الله يرزق حمل سجوي وحمل عري يربا ورث عنجرين متى أكبري مركا وحان كدم يستي إن أذكر سنو إن الله يرو عريج أذكى أرش حينا ها عريج بدو حان كدم يانو نقوم من الله إن سواس كبر سنو شو بنكو هالشيء أنا فلولي ثم الأول شيء أذكر سنو الكذب ميركي هذا محن كذبي ترد الله يروي وقال طالي ميركي هذا ميركي هذا محن كذبي كتاب أنا أقوم بلن أوبا هينين واقرت كذب تبدي هذا جوان مرض بان فمد كذب وشي هذي أرنتي وإذا الحماتي فلمي إذا شيء فلن كم قصي فملك مركا أوشي أسوا قصي رالي كنغني زما ها مركا كذب قبل دي مركة كتابة كميري حق مرة دمر مركة واحد فهمي كتاب كان كل قصته حق الدينيين وين عبرتها دوسيانجي أورجر الدوسكي وحنا إنا برتن فوائد علاستيك وأيكم وتهاي تكستا سعودي أنا جن علاستي وتهاي علمي محيط وين عبرتها لا ولا كتاب كسر وين عبرتها أنا جن دي قصة قلب جيكم مشهور كرو دوسكي تانجي خرشان سعودي أنا كبحيو لكن أيضا يكون عطاي تبي يقول تام كجودي وانك بتجني مركا كتاب كنا حضار برواية آخر والمسوي استاجنا على الله وحان ربا مركا إنا خرشت ديو
haday noqoto wax alla waxay noqotoba anigana kulley meesha qaystaa maanta waxaa jirta alxamdulilah marka si kastoo ay tahay dhibba ay ugu haysa arrintaas tan labaadna waxaa waaye ilmiba iyo dhashay ilmihii waxaa la yidhi ilmihii macnaha waagii aad meersanaysay familkii umaada sheegin marka ilmihiin xoogaa xag diiniyan ahaan macnaha ilmihayga xalaal ma yihin kow taas number one waaye taas saasaan uga baxay tan labaadna waxaa waaye kolley nin aniga oo qurba joogaan ahay oo inta badan waa shaqeeya salaadaan iga tagtay oo qal ahaan igaga tagtay salaadii anoo ku rabo oo maskaxdayda ku haya ilaah maskaxdayda ka baxa haddana waa sii ilow salaadii xilliga aad dukun lahay salaaday taha adun sii ilow qaabkeeba u gudubka aqalada tayib barak allahu fiik akhi horta mid saddexaadaan kugu daraa oo raalla idahaw masaajidaan ku dukunahay safaan ku jiray nin baa dhinaceega taagnaaye oo wadaad ah waa la yaabay ilaa hadduna ay ku soo laalaabataa anoo salaadii ku jiro oo kulley wax dhibaata uma arkaanin oo wanaagsana ilaaha baa og lakin qof kastaba wuxuu igu yidhi niyo maradaada gadaal way baxsan tahay salaadaadan ansaxma waa la yaabay salaadii markaan ka baxay waxaan dhahay salaada inaan ku celsa ugu dhahay niyadeeda waxaa kusoo dhaa marka maradaad ma baqsaneed markaa salaad ku baxday ma arat rumia ma baqsaneed ma baqsaneen anisaa aaminsanen ma baqsaneen ani nin waxaas sameeyni marka waxaa niyadeeda kusoo dhacday ninkii jawaab masiin masaadka lagu jira waxaan dhahay seebuu ku arkaa sig ile nin dhinaceyga taagan oo salaadaan wada dukunayna ahay seebuu ku arkay tayib akhi suwaa marka su-aashaan kaaga jawaabay marka waa ku fahmay insha allah akhi marka ugu horeysa su-aasha koowaad oo ah qofka qofku markuu wax rabo wax ka hallaabo qof culum inuu warsado waa dadkana culumo maaha haddii aad dad ila tari iyo meelaha ila tari a la tagtay oo dadku kula taliyeen diin maaha arrintaas maxaa dhacay gafka ay gelayan waxaa ka mid a qofku markuu diinta yaqaan waxaa la rabaa inay ugu xasan yihiin uu sheego gabadhii ninkax la-aana ku meersatay laakiin waxaa tiri waa ila xumaatay waalidkeeda marka dambe u sheegay waalidkeeda mar haddaa u sheegtay nikaaxaa sax uu naqday nikaaxaaga sax waaye ninna dhihi kara mar ilmahaas xaaraan wey xataa nikaax la weli la-aanta laftigeeda haddii mar ilmo ku dhashaan in qof uu dhaho ilmahaas xaaraan wey meel kaga jirto maxaa yeele madhab madaahibtaa ka mid a gabadha haddii qaangaar tahay inay wiliga wakaalayadeeda u dhiibi karto ninka qaaliga ah si kastaa ahaato marka shakiga horta ilmaha lagaa geli meel iska dhig gabadhaas asalka waa gabadha inuu ninka wiligeeda ka doontaa laakiin dhacdada had dhacda ka sheekeynaysaa marka dhacdada dhacda iyo dhacda soo socota fakadadeeda waa kala duwanta marka saas daraaddeed waxaan ku leeyahay gabadhaas ninkaaxeeda xalaaloo kuu naqday mar haddaad waalidkeeda u sheegtay ee ogolaadeen ninkaax xataa cusub inaad ku celis lagaama rabo kii hore valid naqanayo waas codsay arrintan xalaalay kuu tahay wax kastoo marka uu karatimaya arrintaas meesha kala masalada kale waxaa masalada maharka maharka ma aqaan halkaa ka keentay gabadha inaad qur-aanka bartid waayo kitaab haddii lagu meheriy macnaheeda maaha in kartaan qur-aanka la baro masaladan ijtihaad culimmada ku ijtihaadeen waa masalada inaad bartid waayo wax maaha walidalika culimmada fiqiga way diidaan shay oo mucayan ahayn maharka laga dhigo nabiga calayhi isalatu wasalaam xadiiska ada dhahayo ninkan kitaab qur-aanka aad taqaaneed aayadda camre iyo baqra aad taqaaneed kugu meheriya u dhahayo wuxuu yidhi iltamas uluqaati min xadiid xataa faraanti bir u raadi yuu yidhi markuu faraanti birta la waayay kadib ayaa ninkan waxaa lagu tashriifay qur-aankaas uu yaqaana lagu siiyey laakiin inaad qur-aanka bartaa maaha maxaa yeelay barashada maharka waxaa la rabaa ninka ku waajib inuu bixiyo laakiin barashada waa shay muqaabil leh waa qofka iyo ay ku xiranta hadda adaaba sheegta waxaa tiri gabadha waa bara weyday aniga waa dugsigan geeyey iyada waxay ku dhahda maanta faraaqa maha wax inaa barta ma rabo meherka ma dhacaa walidaalka meherka waa cayn ahaada walidaalka fiqiga wuxuu yidhaha ninkii yidhaha gabadha kitaaba ku meheriyey kitaaba usuu xurmeynaya qur-aan gacantuu ka saaraya iyaday jirtaa barashadeeda inay barato iyaday u taalaa taas marka laakiin musxafkiyaa lagaa rabaa kitaab haddaad tirahayd waxaa cayn waay cayntana waxaa waay musxaf wey musxafkaas inaa keenta lagaa rabaa inaad bartid waa masale ijtihaadi maa masale nas kusoo aroortay maaha in la baro maxaa yeel barashada takliif wey takliifna qof meher ma galo sideedaba asalkeed marka gabadhaas haddaa weli ay wax baran musxafay kugu leedahay musxafkeeda ugey musxaf kitaab usoo xurmay ee gacanta ka saar meherkeeda waa qabta walidaalika dadka musxafka dhahay waa ninaan wax haysan wey laakiin nin xawaalad u furan tahay gabadha inuu diin kaga dhiga haddana uu yidhaha musxafka qur-aanka gabdhaha jecelyihin masaakiinta in musxaf la sii maaha haddaa ninkaan lacag haysanin ay waxaa la leeyay ninkaas waa musxafku waxyaabaha oo inkastuu qiimihiisa cayntiisa ay raqiis tahay haddana qiimihiisa qiimo badan musxafka waa darajo wey saas daraaddeeda marka musxafka uu meher uu naqan karaa
لكن معنا قيمه اللي هي وحن كوسو هاري لكن إنا أذيو وحي ستأتراهيد سيدي قبلها قاركوض الغصيرو مساكينة والله هايو دين تجعشا قبلان كتاب حتى مهر كيدي كدقات ما نينك دو حاستو وإنو وحينا إله وحيرا كدقو ولذلك وحا في عنوري مهر كينو يرادو نبق عليه سلا سلام حوي وحا وبركب بدن كمركو قبلها وحي كلين تمان كوني لباتن كوني شن كوني قبصناي مهر قبلنا قيمه ذا كويه شن كون حتى هذه لبا بقول كون سوى كوي أنت لكن حال ربع دين تني رعدو والنبي عليه الصلاة والسلام يجري أي صرهم مهرا كان أغير أي في عن تاسنا أمي سوى إيش حكت أه لو سوى أخي كوجر سام سام فيلا هذا ساكت درامي محي يلي إن من كان وحبو أملاين كرا حي مركو سو سعدو حاليا ب علامات مذوينو أركين واحد دولاش إنه هو صدق هاد قفكة وحمرك كوشي جاي لكن أنا أسجد تهمت مكو ناكسنا أترى حلا يا مركو سوسو إنه أركب إنه وحبق سنتها وكله وكوشة يكون مرضه ويدولاجها وهذه لك واقع حال مركا وأركت مرضه يدوليلين وحبق إلا هين مركا وحاس عمل وضع عني كان عقدها وقادن أدنى وسوس أسجليني لكن قفكة مسألة ذا ماشي عن كرب إنك هشر إحنا وعيتها قفكى مرض دولاجها وعوريدي سلاك أركب يكون كده سلاديس واجبته وأنك عليا معي رسالة وحشرته وستر العورة المبضن لأن يرب بضنا فنانة قابن ايس مساجد كوجوغا مرق اركيسا فنانك شاكده هو سونك غلي واكسو بخمركو سجودو دبركيس حررتس ان الله اركيا سلاجيس واجبتكاس وينو سلاادكو عليا معايلي اوريسا كشيف متي معان قد كدين عكل هلو 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 هو مزغنا باناني هلو مزغنا باناني سيو هلو هلو ها نعم قفكاس واك غوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ رسول سيتاي الحمد لله أخي شيخ وحدي معركة مبنات هاين معركة إتراهيد إله إن إلهي أمور كبريد شرعيا عادي وبنان إن إلهي كل سهل أرنتا إتراهيد إله دا أمور تدفئي سهل ويفوزي سيد إنت أسوء كلون سوميا إنت أسوء وحوان صدقين يا إتراهيد بلن كاسو كان الى الى قسم بنانته نعم نذر لي اخي نذر شرع الاسلام كو صارت ولذلك ذاتكم مؤمنين تحوا يوفون بالنذر نك نذر او يراه الهي وحا صدان هلو ولذلك نبي واشيق عليه السلام وحور نذر كاس اغليست او الهي وحا صدان هلو وحا ساب سمينيا اديست وحان وا كو قرنا وا هلي لهيد لكن بقيله تهو وح لا سونكا كو يراي سون سنة الى افكاك كين الى انه كسونسيو ايو افكاك كين مخاي سونك سنودا كو يرا اما صدقتها كوي رده وحتى الإله وحص ظاهر وحب بحنا مركو وحكو ودع له وحك بدليسو النبي عليه قضاء قدرك وحمك بدليسو أرنتاس لكن وحكو رقف بقيلة وحلا قصة قاضة وحكو بحير منه وكبحية مركا لكن ما رأيه كراه واجب نوم نك صار زيلان واجب ووحو النذر إنه فلية هدوه واجب ودم بابي نعم لكن أمور تعلقوا وفضوا ذيها وين عادي نبلك أقشى بلك أوفيسا واجب كوتها لكن إن أفكار جبرين مركز أو وحص ظاهر وحص بحاء نادين مع النبي وحوله وحي إسكبدلي سملا نعم لين عكل هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال بان لها الشيخ وحنكو يديني ها دهبك محنكو يراغا قفك دومركا دهبك مركو ريبادة كبحين ربا وإلا بخقران زكاة بركو كبحناي شن يسديت إن كرام زكاة بركو كبحناي إنت إذا وكنتم كران إنت أنا يستوى قلت كنتم كران ما ما سيك الله قام ربع ذي وحلا قهر ربع ماله إلا ما خ كران مركو كران زكاة كبحين كران سديت إيشن وحكي بضم سديت إن يشن آه إن شاء الله شكرا بارك الله فيك لين عكلا لو هلو هلو تي في كسر قابي قل راس تي في قاوش إذا قل راس وعم فيلا يا مس مغلينه لين عكلا لو هلو ويلو أصله يسنا يا هلو أولاد ها شيخ وصولي ها السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وإياك حبيبي وعليكم السلام شيخ وصولي لما أنا صعب تي في وسلام إله هذا بركيو يا هول وناك سنا ودين شيخ وحارب اللي أنا كويديو قرابة هلا حرير يا الله قرابة ترد كبتها وهذا تربضن وحي له شيء وحي دلين إيو أو يال وحي دلين على ريال وحي دلين قام كقرابة له حرير له فاهم بوحده كما هست نعم وحو انت اودي كور والكله الريا سوما قرابه والكله وكل سوقيسا اه ادريال انت سوقيسا هرتو كدال مركه هر كديب انت كلا اوغود بيسا ان شاء الله
marka qaabka loo xiriirnay hadhow dhimmiigi imaanaya ma inta awood la xiriirnay maya maya makaa imaanaya nidaadii wanaagsan tahay ilaahay waa kuu barkaynaya wax dhan aa helaysaa insha allah aamiin kuwa waxaa jiraan oo maaragtay marka isla hadalno dhowr maalin ka bacdi iisoo jawaabaya haddana maaragtay oo qalbigana wax xun maugu hayay ayagana dhib lagama sheegin anna dhib ma qabo internetkina iska aragna laga yaaba bas intaas waa fiican tahay inta ugu yar waa internetka iyo salaanta iyo laysku qoray iyo xiriirinta inta ugu yar waa taas dembiga iyo dembiwaalka allah dhafaa aamin dhammaanteed dhinaca kale halow halow halo sheekh cusmaan asalaamu calaykum sheekh cumar wakusaa sheekh cumar istaway alxamdulilah alxamdulilah sama qarkaa bo yani waxaala ku qodanawa ya waana ku imaana insha allah waa kusoo raadinawaid ha su-aal weyd life aa ku jirto hadda life waa lagu maqlaa dadkana waa ku maqlaya haye alxamdulilah malafaayo alxamdulilah khayr maxaa kuwarsana sheekh ha maxaa kuwarsana maxaa waaye dadaa jira dadaa jira markii oo la dukanay horayaa tegay horay markii oo salaanka la bixinay istikfaara ma keenayan ayaata kursi ma akrinayan subxaana allah waa asalaamu calayka waa socdaya dadkuwaas maxaa waay sheekhlaas nacam waxaa laga yaabaa howlo kale leeyihiin oo faidaa qadaytum salaata fantashiru fi lardi markii salaada laga baxo qofku inuu howlihiis qabsado laakiin adig waxaa ka hadlaysaa waxa sunnada wanaagsan qofka sunnada waxaa weeye inuu saddex iyo saddex jeer subxaana allah yiraah saddex iyo saddex alxamdulilah yiraah allahu akbar oo laa ilaha illaa boqol kaga dhigo oo aayatu kursi akhristo maxaa yeelay faidaa faraqta fansab qofku markuu salaada ka baxo inuu fadhigo ayaa sunno ah marka laakiin ninkii oo howl weyn ka fakanayso oo ama dukaan ka xiran yahay ama ilmo iskoolka doonaayo dadku waa iska duruufaysan yihiin marka adiga inta usheegi karta usheeg si ayar ugu sheeg inta kalene waxaawaaye waxaa laga yaaba cudur daar inay duruufa haysta laga yaaba insha allah dhinaca kale halow halo assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha sheekh waxaan ku weydiinayaa qofka isagoo salaada oo markaa la galo adxeed ayadoo asagoo imaam ku jiro markuu ugu imaado allahu akbar dhaho haddana mar labaad markuu fadhiisanayo allahu akbar miyuu ku dabadhaa ha tan kuwaad waa takbiirtii waay oo salaada lagu soo galay tan kuwaadaa muhiim ah taasaa rugni ah tan dambe oo hadduu ka taga dhib ma laha laakiin inuu dhahaaso a fiican tan kuwaad waajib waay nacam asoo taagan inuu dhahal rabo wiil tan kuwaad asoo taagan inuu dhaho asoo dhulku sii socday o dhihin nacam tan kuwaad dhinaca kale halow halow waxaan filaa qofkaas waa ka go-ay dhinaca kale halow halow isagana waa ka go-ay qofkaa telefoonka markaa ka hadlaysaan tv-ga iska gaabaya ama ka fogaada telefoonka ka hadla dhinaca kale halow halow waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan weydinayaa ha islaam baa qabtay waxa waaye hal dalaaqa ku furtay hal dagaalna waa ku soo celisay haddana mar labaa dalaaqa kalaa ku furtay saddex dalaaq ma saasay ku dhamaatay mis dalaaqaa dhiman hadda laba jeera sheegta halaa kuu dhimin soo ma ha su-aalkaas hara halaa kuu dhimin labaa sheegtay nacam dhinaca kale halow halow halo ha halow halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaan ku weydiin rabay ha maxaa la dhahaa ma gabar waxaa jirtay garoob ah marka hooyadeed aabaheed inta ma joogaan iyo maxaa la dhahaa walaalaheed ma joogaan marka wiilay waxay dhaheen ninay u tageen nin sheekh ah isukee mehriyay dhaheen warkaas maxaa ka jiro adiga arrintaas xadiisadaas waa ka sheekeyoysaa mugtahay qofka wax u dhacay qofka wax ku dhacay inuu weydiiyaa fiican maxaa dhacay adi hadda daa xukuntid aad tidhahay saasay sameeyeen wiilka horta asalka waxa weeye weli in la raadiyo wey saan sheegnay marka manala joogan hadda casrigaas waa laga gudbay hadda meeshay joogaan waxa laga hadlaya xataa qolada masaafada ka hadlaysa meel odoo ka dheer yahay joogaa waxaa ladhahay hadda telefona ka xigo idoo adduun gees kale ka jirta aabaheed la wici karaa walaalkeed la wici karaa marka ma joogayaa shardi laga dhiganin waalidiinta ha loo sheego gabdhaha weli waxaan kuwaanayaa khaasatan garoobada war weligiina hanilaga doonto maxaa yeelay inta badan dacwana soo gaarto waxa u badan nimankay gabdhaha ka dhaadhiciya garoobada ka dhaadhiciya
عدهن وشيجن هدون ملع ورقاقان هدون عدي قبصة كرتمال لكن هدي والدك وشيج لهد والدك دوك عبس لها ولا الكي دوك عبس لها دتك كو أكسون وكع عبس لها وحان أو قريه قبلها نبوين كوجا علماء يقصوا عرران نك شالي وحكولا أنا أسك جورس ذي ومشي مصيبوي ولذلك حكمة كوجر الإسلام كن قال ولي كلا قدون قبل دي فائدة كوجرته أما مسألة فقهان نعم مذهب بنيسي وده يس قبل قربته قال لقاسي وحدي بكرته لكن أصل أهان أنت كأرجني مركز توليجا أساسه نعم لنعكله ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سولي من هاللي ها سؤال بقول دينا شيخ أيه واشقيا واقرت تاكسي بغمم بحية تاكسي تاكسي ها تاكسي عادي أيه أي. وكان قفل يقول لي تكتب بحيث ونصافي هي دكتي بعهم بسينة مصدر دولة تعدود قوينيتها صح وحيكون قنيتها تكو ما هي وحسكا مكون قنيس معي لو وحقصب لقاق قادوي ذكذا نوحال روا عن طيب النية نوقفكو بحيو مركا تكسي ذكاكو من قناية وضريب ويقيد مالك وقبتا مدكالي ذكذا وحاواي وقف مالكا قوي يسام السكينكا وحتريسا لكن تن اذا وحلو وقبتا مكت برين مركا بيش نقد لو سو علنا تاكسي نفتي سامي لو دغا مركا مركا ما اها وحا سك لو نيي سكر ما مي مي فاي ورشوا بينشن كيما تاكس فور تليفوني مي لعقها كل تقدم لو قبطا قدمو ينك لقبناي وا با غارغان ودد كو مريس عافيمادكا سيرفيسكا وخو درستا مركا ادنا وا كفايدا قدمه مركا زكدن قفكي اني كسو نقته اما اصوشي سي فروعي سي كسو نقته ما مركا تاكسي ما نقن كرت زكو ان شاء الله ما نقن كرت زكو واي لين عكال هلو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وسولي بارك الله فيك محمد علي مركة وحوال هكوي دينا شيخ سيارك مات سيارك كان عبي جري مركة سيارك كتبع عرتي مركة حضنوا كسور نقضي مركة حضنوا اسكتبع في مركة مارتاس ما دام انا كبرت كسور نقضي كورن بالارنك كفاره لا غربا اي كفاره محاوه برك صدح بري يسومي سام تومس اما تمام مسكينه صدق سيني تمام مساكين اقودني سام اما تمام مساكين حدو اسك دافي الحمد لله اله ان وكوسي اتكين هذاك بحسيت كفاره ان شاء الله هاي ان شاء الله واسمينا شيخ وغير الله كسور بارك الله فيك دينا كاله محفل يا سؤال شاس ايا ودن بيسي ان وقتي يا غبغبا ولي حلقه ان عقوبات كان هور اسي ودنا وكرتم ما يقفكم مالك حرام تعون عقوبه الدنيا اخر كو دحايسو واحنا دان قلدني نفتي دي شيطانك اهات هدان صحنا توفيق الهي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.